قحطاني صح، ياسر القحطاني وابراهيم وابراهيم غالب نص الملعب النص، محمد الشلهوب ومحمد الشلهوب الهلال. ده شفت الملعب، الملعب حاجه قلبت بجد. لا المباراه تبقى قويه، اصل شوف دائما في البدايات المباراه الاهلي بالذات لما بيروح السعوديه كل الفرق نفسها تكسبه. وده بص الملعب، انا اول يعني انا لعبت على الملعب ده كتير جدا، ويمكن لعبت كمدرب يعني على الملعب، كنت كان وانا بقى ما انا ماسك نادي الشباب كان ده ملعبي، ده ملعب انا لعبت عليه وانا لسه كان عندي 18 سنة. ده كان ملعب نادي الشباب اللي احنا بنلعب فيه مباراه الدوري، وحتى لما احترفت برضه في السعوديه انا لعبت في الملعب ده، يمكن ده تاني اقدم ملعب في المملكه بعد ملعب الامير عبد الله اللي هو كان في جده. دلوقتي في عندهم الجوهره المشعه من احسن ملاعب شفتها في حياتي في العالم. طبعا اصول كابتن محمود خطيب بقى موجود دلوقتي كابتن هناك، طبعا هو رئيس البعثه هناك متواجد حاليا في الاستاد امامنا. اكيد لما يدخل الكابتن محمود الخطيب بقى ياخد تحيته.